الثمن ديال هاد التليفون هو اللي غادي يخليك تفرج في هاد الفيديو. الثمن ديال هاد التليفون هو اللي غادي يخليك تفرج في هاد الفيديو. السلام عليكم الاخوان، اليوم عاوتاني رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو جديد الاخوان كما العاده ديما مع الشركه ديال ايتي. زوج حوايج سالوا لنا هاد اليومين اللي درنا فيهم فيديو بحال اس 18، وعندنا هاد الكاسك ديال الشركه ديال ايتيل اوريجينال. هذا الاخوان ما كيبغوش العديان نبيعوا لكم هاد الكاسك اوريجينال بهذا الثمن، حيت قالوا لي سيدي هاد الكاسك خاصك تبيعو ب 200 درهم، خاصك تزيد فيه 70 درهم كامله على الدروج. حنا الاخوان هاد الكاسك شفناه بواحد الثمن زوين، يعني ما كنربحوش فيه بزاف، كنبيعوه فقط 130 درهم. بالنسبه لكم انت الاخوان راه جبنا لكم هاد المره 40 قطعه، لكن راه جبنا لكم 30 قطعه تبعت اللهم بارك الله يسخن موريها. اليوم جبنا لكم 40 قطعه في هذا الكاسك دوريجين. ها هو اخويا نوريو لكم الكاسك، الناس اللي اول مره غادي يشوفوا هذا الفيديو، ها هو الكاسك، ها هو ايتيل دوريجين كاسك اللهم بارك. ها هو فيه بلاصه الكابل اللي بغيت ديرو في التليفون ديالك، بلاصه كارت ميموار. بلا ما ندوي عليه بزاف، الكاسك راه معروف اوريجينال 129 درهم الاخوان. حيد هذا عندنا الاس 18، ولكن قبل ما نبين لكم الاس 18 عندنا واحد المشكله الاخوان حاليا في المحل ديالنا. ملي كنديروا شي عرض في المثل، كنديروا عرض شي سلعه اللي عندنا في المثل، كنجيب لكم 30 حبه من هاد الاس 23، كنقول لكم راه عرض. داك النهار درت فيها درت ليها 1000 درهم، نايت الصداع، ما الشركه ما بقاتش بغات تعطينا السلعه، نايت الصداع الاخوان كما كتشوفوا، رجعناها ل 1030 درهم اللي كنا درنا لها قبل العيد. وملي كيجيو عندنا الناس المحل كنقول لهم اودي راه ما بقيناش لقينا الثمن يعني مزيان باش نديرو معاكم حتى نتوما مزيان، كنقول لك لا زدتي في الثمن طاط الطلان. راه الاخوان اخر فيديو ديال الاس 23 هذا شفت عليه شي 8 ايام دابا ولا 6 ايام. المهم الثمن الجديد الاخوان ديال الاس 23 كتبقى الثمن ديالها 1030 درهم. ها انت فيها 8 جيجا فرام 128 جيجا 1030 درهم. كاينه البي 40 128 جيجا 8 جيجا فرام، غير هذه بس زايده على الاس 23 فيها 18 واط في الشارج وفيها 6000 ميلو امبير في الباتري، كتبقى الثمن ديالها 980 درهم. كما بغى يكون الثمن واخا زدنا 30 درهم راه ما غاديش تلقاو هاد الاثمنه الاخوان. راه هذه كاين شي وحدين كيبيعها ب 1000 درهم، هذه راه كتباع ب 1100 درهم. وكنشوفها راه كلشي كندورو في الفيسبوك، كلشي كنشوفو الباجات شحال كل واحد شحال باش كيبيع. هذه راه كيبيعوها ب 1100 درهم، حنا كنبيعها فقط ب 1030 درهم. هذه 1000 درهم كنبيعها حنا ب 980 درهم. حيد هاد الجوج. بالنسبة للاس 18 الاخوان راه جبنا لكم عاوتاني الكود التجديد الاخوان. ذاك النهار جبنا لكم 30 حبة تباعت اللهم بارك الله يسخر الموريها. جبنا لكم عاوتاني تقريبا 30 دابا. واخر 30 بياسة جبنا لكم هي هادي تقريبا، غتكون اللون هو اس 18 ديال الدروج. الثمن ديال هاد التليفون هو اللي غادي يخليك تفرج في هاد الفيديو. الثمن ديال هاد التليفون هو اللي غادي يخليك تفرج في هاد الفيديو. لون برينت، ثلاثة الكاميرا دوبل فلاش، وفيها الكاميرا القدام انت فيه 4 جيجا في الرام، 64 جيجا، 5000 ميلو امبير في الباتري، فيه فاس اي ديال الاخوان. يعني الدرويش حتى هو من حقه يدير هاد التليفون بهاد الثمن. تليفون 800 درهم واش ما يستاهلش؟ فيه 64 جيجا، 4 جيجا في الرام، 5000 في الباتري، وفيه بورشيت ديالو ها هي، فيها كاستابل ديالو، فيه الشارجور، فيه ليزيات، هادشي كامل الاخوان 800 درهم. باش حتى واحد ما يزيد عليك فشي بلاصه اخرى، هاد الاس 18 800 درهم فقط. الشركه ديال ايتيل هي اللي دايره البروموسيون هاد التليفون باش يعني تهلا في الدروج. هادشي اللي كان الاخوان، مرحبا بكم.